وهذا عجيب، عجيب في نظرة الإسلام للمال ونظرة الإسلام للممتلكات. أموالكم هنا ليس فقط النقد الدراهم والدنانير، لا، أموالكم يعني ممتلكاتكم، سواء كان عقارا، سواء كان منقولا، سواء كان مأكولا، مشروبا، ملبوسا، كل أنواع الممتلكات تسمى أموال، بمعنى كل ما يتمول، فكلها من 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 سنن الله في هذه الحياة أنه جعلها لنا قياما، بمعنى لا تقوم حياة الناس إلا بالأموال. وهذه قضية يعني ينبغي أن تتقرر. الله عز وجل بنى الدنيا على الأموال، ولا تقوم حياة الناس إلا بالأموال والمحافظة عليها وحسن تنميتها وحسن أيضا المحافظة عليها في والتصرف فيها. ولهذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقوموا عليها حياتكم. ولهذا الضياع في الأموال هذا من أكثر ما يفسد الحياة ويضيع الناس ويفسد عليهم معاشهم. ومن هنا شدد الإسلام على أموال الناس أن تعتدي عليها، وبخاصة إذا كانوا ضعافا من النساء ومن الأيتام ومن السفهاء والمجانين. والنبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أحرج، شدد النبي في حقهم. لماذا؟ لأنهم مستضعفون، ولأن مهما كانت المرأة يبقى الرجل صلى الله عليه وسلم مسيطر، مسيطر جدا، يعني مهما كانت متعلمة، مهما كانت فاهمة، إلا على بعض النساء البرزات، لكن في الجملة المرأة فيها ضعف، ضعف أحيانا ليس ضعفا في شخصيتها بقدر ما هي عندها نوع من الاحترام الشديد أو الحياء الذي بالفعل يجعل أن بعض المستبدين يستبدون بحقوقها. فهي ضعفها ليس قد يكون ضعف بسبب يعني ضعف الشخصية، لكن أحيانا قد يكون لا، لأنها بالفعل يعني أمام أهلها وأمام أبويها وأمام أخوانها وأمام أعمامها وأقاربها قد تكون فعلا تشعر بنوع من الحرج، فلا يجوز أبدا استغلال حيائها أو استغلال حرجها بأي حال من الأحوال. ناهيكم صلى الله عليه وسلم بالذين يمنعونها ميراثها، هذا لا يجوز، أو يورثونها أموالا دون أموال، يورثونها مثلا النقود ولا يورثونها الأراضي، هذا لا يجوز بأي حال. النساء شقائق الرجال، والنساء ولهن مثل الذي عليهن، وتملك كما يملك الرجل، وتتصرف كما يصرف الرجل، وهي عاقلة ورشيدة، إلا إذا كان سفيها كما يكون الرجل سفيها. المقصود أن أموال الناس وممتلكاتهم محفوظة، ولا يجوز أبدا بأي حال التعدي عليها إلا بالطرق الشرعية، سواء كان بالبيع أو بالشراء أو بالميراث أو عن طريق القضاء أو عن طريق التحاكم أو عن طريق الولاية الشرعية إلى آخره، فهناك طرق فعلا تنتقل بها أموال الناس بعضهم إلى بعض. أما أن تؤخذ بالقوة أو بالحياء أو بالاستضعاف هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال.